اهلا سلام. رضا عامر استاذ بالمعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بصفاقس ومنسق العام للجامعه التونسيه للكيك والتاي بوكسينغ ومكلف باللجنه الفنيه في التربص والشاز الاحزمه اللي يقام اليوم او غدوه في صفاقس. امتحان تربص والشاز احزمه معناتها مشاركين فيه اكثر من 25 جمعيه من الجنوب، معناتها جرجيس، الحامه، قابس، الصخيره، بير علي، صفاقس، اكثر من 300 لاعب ولعبه، ممرنين اكثر من 35 ممرن. الاستاج هذا كنا نستناو فيه في صفاقس عندنا مده كبيره، لانه صفاقس معروفه عندها صيت كبير في تونس في نتائجها على الكيك بوكسينغ، في كان نتائج كمدربين وكنتائج كلاعبين. والحمد لله اليوم وصلنا باش نظمنا التربص هذا وباش التلامذة نتاعنا معناتها ما تضيعش وتاخذ الشهاده اللي تستحقهم، وهذايا معناتها مكسب لولاية صفاقس والملاعبين نتاعنا والممرنين والجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينغ. اليمين خرج وجه ساق اليسار راسي مصرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مدرب احمد رميده، عضو في الرابطه عضو في الرابطه رابط جنوب واحد، ومدرب الجمعيه الرياضيه بحزق. احنا اليوم في استضافه في عندنا في ساج جراد وتربص قايمين به تحت اشراف الجامعه التونسيه كيك بوكسينغ وتحت اشراف الرابطه الوطنيه الرابطه الجهويه بالرابط جنوب واحد. ما شاء الله اليوم موجودين عدد من الكفاءات من المدربين والمؤطرين باش يقوموا بهالتظاهرة هذه. باذن الله ثمك الخير ان شاء الله، ان شاء الله نحاولوا ان باش نصنعوا حاجه باهيه في مصلحه التلامذه في مصلحه البوكسيرات، وان شاء الله من حسن الى احسن. ومرحبا بالجميع وشكرا. أحلام الغول اونترونير بالنادي الرياضي دار الشباب سقيت زيت، كنت لاعبه سابقه في ليكيب ناسيونال،
متحصل على عديد البطولات إفريقية عالمية. جينا اليوم جبنا تلامذات باش يحضروا اجتياز أحزمة، إن شاء الله ربي معهم وربي يوفق الجميع. باهي، معكم المدرب محمد النفزي ورئيس لجنة التربصات بولاية صفاقس على رابط الجنوب واحد سيدي بوزيد. اليوم أجواء رياضية تشوفها، عنا باساج جراد اجتياز تربص اجتياز الأحزمة من الحزام البني الحزام الأسود، الحزام الأسود درجة ثانية درجة ثالثة، يحتضن كل من ولاية من ولايات كل ولاية الجنوب تحت إشراف الجامعة التونسية للكيك بوكسينج. التظاهرة هذه ماهيش أول مرة بعد الانقطاع الطويل اللي صار تاع مرض كورونا، هذا أول نشاط نستأنفوه بعد 2019، وإن شاء الله كما قلت لكم إن شاء الله ينجح التربص هذايا داكوردو. أنا نشكر المدربين الكل، نشكر لجنة الإشراف، نشكر الجامعة التونسية كيك بوكسينج اللي أعطتنا الفرصة هذه لوليداتنا اللي تحرموا عندهم برشا باش يعديوا، وهكذا هي فرصة باش نبينوا لصفاقس عندها بوتونسيال تاع دي زاديرون اللي يحبوا يخدموا. ونشاط الكيك بوكسينغ ولا معروف برشا منتشر برشا داكوردو، وان شاء الله ربي يوفقنا وعلى الاقل نخدموا القدام ونطوروا النيفو تاعنا ان شاء الله. Я на крик, все то, ты на крик.